خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. أهلا بكم. ساعات قليلة تفصلون عن المباراة الحارقة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ساحل العاج برسم تصفية الجولة الثانية من المنافسات الإفريقية والمؤهلة لكأس العالم 2018. وبهذا الخصوص صرح مدرب الكوت ديفوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمراكش قبل المباراة على أن اللاعبين استعدوا للمواجهة بشكل جيد وأن التحضيرات كانت بإسبانيا، كما أضاف على أن الغيابات التي يعاني منها منتخب الفيلة سيكون حافزا مهما لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. شوف تيفي نزلت إلى شوارع مدينة البيضاء، وعن توقعات المغاربة لهذه المباراة استقت آراء بعض المشجعين الذين عبروا عن ثقتهم في اختيارات المدرب هيرفي رونار وفوز المنتخب المغربي على نظيره الكوت ديفوار. لنتابع. نتمنوا ليه الفوز، وغيكون إن شاء الله الفوز بفضل التركيبة ديال لاعبين اللي مجموعين، رغم ان ما ناداش على شي لاعبين بحال العربي، وهناك بعض الاصابات بحال وكان حكيم زياش، وكنتمناو الفوز وغيبقى ان شاء الله اسماعيل حد. ونتمنوا من الله يربحوا، اش غاديين مزيانين دايرين في الثقه، هادشي اللي شفنا دابا المباريات قبل. هذا وسدى فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 14 وزيرا مغربيا لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ضد الكوت ديفوار. اللائحة يتقدمها كل من وزير الشباب والرياضة الحسن سكوري ومحمد حصاد وزير الداخلية، إلى جانب الجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية. كما وجه رئيس الجامعة الدعوة لأعضاء المكتب الجامعي والعصبة الاحترافية. خبر اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.